ما بننساش نقول لكم اننا بنفرح كتير جدا بتعليقاتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الاعجاب وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لنا حابين تشوفوا ايه المرة القادمة. بنبتدي الحلقة مع بطلتنا فينا وهي بتغني وبتفكر في اللي حصل لها من 10 سنين، حرب في البحر، تحطيم سفينة ومسكها الولد وهم بيجروا وهي بتعيط، وشخص كبير بيطلب منها تروح عدن وبيقول لها الطفل يوكيمارو تاخد بالها من نفسها وحطوها في مركب وقالها الولد هيلاقيها مهما كلف الامر. وبعد 10 سنين بنلاقي في رجولين عجزان، ولما بيسمعوا سيرة فيينا والناس بتتكلم عليها بيغضبوا جدا، وقال اللي فيهم اسم اوتو لازم يتحركوا بسرعة. وبنلاقي فيينا وبتزوقها انجي وبتقول لها جمالك خلى الناس يصفوكي بالزهرة البيضاء، وقالت لها انت لسه مش عارفة تنسي الولد اللي انقذك، حتى انت مش عارفة ده لسه عايش ولا ميت. وبتزعل فيينا من كلامها وقالت لها ازاي هسمح لحد اول مرة اشوفه انه يتجوزني، وبتصوت فيينا وقالت لها انجي انت لسه بتفكري تهربي. فورتها فيينا خطتها علشان تهرب خطة الف، والناس كلها نايمة، فقالت لها انجي الناس في الجزيرة ما بتنامش. قالت لها فيينا خطة به تهرب جوه السوق وتهرب من حي اريس. قالت لها انجي ما انت عملت كده قبل كده ومعرفتيش. قالت لها طب خطه جيم هدي للحراس اللي على البوابه فلوس. وقالت لها ما انت ما معكيش فلوس، كل خطه ليها بتفشل، وان بدون مال مش هتعرف تركب سفينه وتمشي من هنا. قالت خلاص انا عرفت هجيب فلوس منين، هتسرق اللي هتتجوزه النهارده وتحط له منوم في الشراب بتاعه. وانجي قالت هتجيب لنفسها مصيبه الهبله. قالت لها انجي طب ما الحراس هيبقوا واقفين على الباب. قالت لها فيينا الطابق الثاني من البرج الفتى المدلل اللي هتتجوزه موجود على الساحل ومفيش حراس بتحرسه، ولو ربطت فيه ستاير مع بعض هتعمل حبل وتنزل وتهرب منه، وساعتها هتكون في البحر خارج القاره كلها. قالت لها انجي انت حره وما تتاخريش يلا علشان هيجوا ياخدوكي للفتى المدلل. وبتفتكر فيينا لما رست على الشاطئ وهي في المركب، وبياخدوا فيينا فعلا لقصر الامير المدلل السيد ماكس، وقالوا لها انه غريب الاطوار ولازم تسيره، ولو عملت كده هيديها فلوس كتير. وبتسالهم فيينا ليه عدوا الطابق الثاني، فقالوا لها ان السيد ماكس قرر يقابلها في الدور الاخير. طبعا اتخضت، الدور الاخير ده كده هيبقى صعب عليها، تنط منه وبتقع وبتعمل نفسها تعبانه، وراح مسكها واحد منهم بطلت تتحججي وقالت انها مش عايزه تستمر في كده، وبيضربها وبيهددوها بالسلاح، وفجاه بينط عليهم العجوز اللي احنا شفناه وبيقع واحد منهم، وهي مخضوضه ان انفه بينزف وبيهجم على التاني الشخص اللي كان معاه. وقال لها سيده فيينا احنا جينا ننقذك، وافتكرت فيينا الاولاني سلمان لما كان صغير، والتاني السيد اوتو برده لما كان صغير، وقال لها انه ما شافوهاش من مده كبيره قوي وكبرت وبقت جميله، لا نفوه مش وقته، انهم جم ينقذوها وفي سفينه جت لانقاذها مستنياهم، ولما بيمسكها من رجلها اللي ضربوه وبيشتمها راحت ضرباه. راح قال الفتى المدلل على اللي حصل وراح ضربه وقال له لازم ترجعوها. وبتجري فيينا معاهم وقالوا لها ان السفينه عند الشاطئ الشرقي. قالت لهم فيينا حلو بس الشاطئ الشرقي الجهه الثانيه. يقف اوتو وبيقع عليه ومسك الخريطه قال اه صح، وبيمشوا المكان تاني وهم مستخبيين منهم، وشافهم واحد من الحراس واستخبوا. قال سلمان لاوتو انت اللي ورطتنا بسبب الطريقه الغلط، لازم تصلح الامر. ومسك اوتو السلاح وقالها استدرجهم بس انتوا لازم تهربوا. وقالت له فيينا بكرشك ده هتعرف تحاربهم؟ قال لها ما تخافيش ده العضلات. وبيطلع ينط وكله حماسه، وفجأة بيلاقي الجنود مقتولين بأسهم أصلا، وبنلاقي فعلا جماعة فوق. وقالت البنت اللي فيهم هم ماشيين تاني في الطريق الغلط، فقالها اللي معاها انه أرسل التوأمين هناك. وفيينا بتجري معاهم تاني وقالت لهم انهم في الطريق الغلط تاني. قالت لهم بصوا المره دي انا اللي هقودكم. وفجاه بيلاقوا الجنود بتوع الامير المدلل. سلمان مسك العصايه وقال لهم اجروا انتوا انا ولسه ما كملش الكلمه كانوا بيجروا اصلا. سالت فيينا اوتو سلمان يا ترى هيعرف يقتلهم؟ قال لها هو عجوز اه بس كان اسمه هو صغير سلمان الباطش، وكان محارب ورمح وما كانش فيه زيه، واكيد دلوقتي مقطعه. وبنروح لسلمان وبنلاقيه على الارض والجنود ماسكينه اعترف البنت فين، والتوأمين من فوق عمالين يضحكوا عليه. سالت فيينا اوتو عرفوا مكانها ازاي وهو ماشي زي البطه مش قادر يمشي، وطلبت منه ان هم يرتاحوا علشانه. وفجاه بنلاقي واحد بيهجم عليه وبيقع اوتو، وبيمسكوا فيينا وطلعوا عصابه وقالوا لها انها جميله زي ما الشائعات بتقول عنها، وانهم بمجرد ما يخلصوا من غرضهم هيقتلوها ويرموها في البحر، وهي بتفكر في يوكيمارو وبتقول ارجوك انقذني. وفجاه بنلاقي اول واحد بيتقتل والتاني والتالت ووراه الجميع، وبتفتكر فيينا عن كل ذكرياتها والخوذه اللي بقرون اللي كان بيحبها وعينه كحله السواد، وفجاه بتلاقيه قدامها وبتشكره وقالت له انها تعرفه وحاسه انها شافته قبل كده، بتتكلم كتير قوي وبتشكره على انقاذها زي ما عمل قبل كده، وانها متاكده ان هو يوكيمارو. وفجاه بيخبطها على راسها جامد لحد ما بتفقد الوعي وبتقع، وكل اللي فوق الشجره دول مصدومين من اللي حصل. وقال دايما بترغي كعادتها وانها مزعجه، وبتحلم فيينا بطفولتها مع يوكيمارو وبتنطق اسمه. بتفوق فيينا بتلاقي نفسها في نص البحر ومعاها كلبها واوتو وسلمان موجودين، وبتشكرهم انهم ما خيبوش املها، وهما الاتنين بيعيطوا على لطفها معاهم وبتفرح بوجود كلبها جدا. وقالت ان في سياف بخوذه ضربها على راسها وبتسالهم مين ده،
وبيوصلوا فجأة عند جزيرة، وقال أوتو إن دي جزيرة جوبلين، وبيشوفوهم المجموعة وقالوا اكتملت مهمتنا وبيختفوا. بيوصلوا لمدخل الجزيرة جوه مغارة وهم منبهرين، وأوتو بيقول إن دي جزيرة رفيق ليهم قديم وهو اللي أنقذه في الحرب الأسبانية، وإنه كان سياف شرس. بيدخلوا للجزيرة وبتنبهر فينا بروعتها وجمالها، وبيدخل عليهم راجل وقال أوتو ليه إنهم جابوها له زي ما هم وعدوا. قال الراجل إن اسمه سانادا وهو رئيس الجزيرة، وسألته ليه جابها هنا؟ قال لها زمان أجدادنا كانوا بيتجولوا في كل بحار العالم، ورست سفنهم على الجزيرة وأنقذهم عائلة هاوتمان من البرد والجوع، وورثوا الجزيرة دي من عائلة هاوتمان عائلة فينا، ومن ساعتها وهم أقسموا يحموا كل سلالة عائلة هاوتمان. وبكده يرد لهم الجميل، أبوها فرانزر هاوتمان كان صديقه وقتله سوا في معارك كتير، وقال لها فاكرة يوكيمارو؟ ولما قالت له أكيد، قال لها أبوكي قبل ما يموت اداله دي وقال له احميها بحياتك، ودي آخر كلمة قالها. لكنه مفهمش هو كان يقصد إيه، ومرت السنين وهم بيحاولوا يكتشفوا الأمر ده، ولما عرف من أوتو إن فينا لسه عايشة جابها لأنها ممكن تكون تعرف سر الحجر ده إيه. ولما بتبص لفينا قالت إنها ما تعرفش أي حاجة عنه وإن والدها ما جابلهاش سيرة عنه خالص. قال لها سندا إنه عايز يوفي بكلمات أبوها مهما كلفه الأمر، وإنه هيسيب لها أمر الحجر ده تفكر فيه. تصحى تاني يوم فينا وهي بتتفرج على الجزيرة وبتنط لها واحدة وبتترعب، قالت لها إن اسمها كارين وإن رئيس الجزيرة طلب منها توريها المكان، وبالمناسبة هم بيسموه الكاهن. طبعا لما بتعرفها كارين على اختراعاتها بتكون فينا سرحانة، وبتجري فينا في المكان وبتلاقي واحد بيصنع الاقواس، وقال لها شكلها بتحب الاقواس وبيوريها شكلهم في الشمس وبتفرح بيه جدا، وقال لها ان اسمه ماكابا، وقالت لها كارين هو اللي بيصنع الاقواس بالشكل ده وواحد بس على الجزيره بيعرف يستخدمها هو الشخص ده. وبتفرح فينا ببراعته جدا وبيقول لها تجربه، ولما بتجربه بيضحك عليها ولكن بيعلمها وقفه رمي الاسهم ازاي، لكنها بتسرح في يوكيمارو وبتصيب الهدف فعلا، وقال لها ان اسمه شيطان بيندعى عليهم ولد علشان ياكله، وبتفرح فينا برائحه الطعام وان اسمه توسيا بيلعبها توامين وبيقولوا عليها جميله، واحد اسمه انجو والتاني اسمه كايدي، وبياكلوا كلهم، ولما بيجيبوا سيره يوكيمارو وشها بيحمر، وبيجري توسياكي ورا التوامين، ولما بتقعد فينا لوحدها بيظهر يوكيمارو وبيكلمها عن الطيور المضيئه اللي في الجزيره، وهي مكسوفه جدا وبتقول له مر علينا وقت طويل، وقالت له لما كنا صغيرين كنت انت اقصر مني، وراح ضربها على راسها جامد وراحت اتضايقت من اللي عمله، لكن لما بصت له اتكسفت وشكرته جدا على انقاذها مرتين. تعقلها وقال لها انه لسه ما انقذهاش وبيطلب منها تحل اللغز بتاع الحجر، وقالت انها مش فاكره اي حاجه عنه. قال لها ما فكرتيش ليه فرانزر جاب بنته لرحله خطيره زي دي وانت صغيره؟ اكيد كان ليه سبب، واكيد هدف الرحله دي كان ليه علاقه بيكي. اتفاجئت فينا بالكلام، زعلها يوكيمارو وقال لها اكبري شويه، فرانزر مات في سبيل الرحله دي، ابوكي ضحى بحياته علشان يكمل الرحله دي، حتى ما عندكيش ذره فضول تعرفي ايه السبب؟ حياتنا لازم يبقى علينا مسؤوليات، الجبناء بس هما اللي بيهربوا، وبيسيب لها الحاجه الملفوفه اللي ضربها بيها وبيمشي. وبالليل لما فينا بتفكر في كلامه مسكت السيف اللي هو الدهور وراحت للكاهن اللي اتفاجئ بانها قصت شعرها، قالت انها فاكره كلمه ابوها الوحيده اذهبي لعدن، اسئله كتيره بتيجي في بالها، ابوها ليه خدها في الرحله الخطيره دي؟ لفين كان عايز يوديها وليه تم قتله؟ عايزه تعرف كل ده، وانها قررت تواصل رحله ابوها في البحر، وقال الكاهن ليها انها مش هتستفيد بحاجه بقعدتها هنا، وشاور بايده ونزل كل المقاتلين اللي اتعرفت عليهم وقال لها ان هم القوة القتالية للجزيرة دي، كل محارب منهم قوي جدا، وانه هيديها سفينة كبيرة، وقال لها ان واجبه يحافظ على سلامتها. وتاني يوم بتذهل من روعة السفينة وعرفت ان كارين هي اللي صممتها، وباها هو اللي بناها لانه نجار سفن، وبيعيط اوتو وسلمان لان السيدة فينا هتسيبهم، وبتحضنهم فينا وقالت انها هتشوفهم قريب، وبتنطلق رحلتهم في البحر. بترجع فينا سيف يوكيمارو ليه، لكنه قال لها انه مش محتاجه وممكن هي تستخدمه، وابدا اعجابه بشعرها المقصوص وهو موطي صوته، لكنها قعدت تزن عليه يوكيمارو 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 لحد ما ضربها على راسها تاني. البنت دي لو فقدت الذاكره هيكون منه. بنبتدي مع واحد من جنود لبريطانيا في الجزيره، وبيبعت رساله عن طريق الحمام، وبيقول للفتى المدلل انه لازم يلاقي فينا مهما كلفه الامر. بتعرف كارين السفينه واجزائها لفينا، وبتعرف كارين فينا ان يوكيمارو بيضربها على راسها زي فينا بالظبط، وقالت فينا انها عايزه لبس غير لبسها ده. قالها توسياكي انهم هيوصلوا لجزيره باربارال قريب، تقدر تشتري اللي هي عايزاه من هناك. قالت كارين بيمر جميع القراصنه على الجزيره دي علشان يبيعوا كل كنوزهم هناك، وبيتساءل توسياكي مين هيقعد في السفينه يحرسها لحد ما يخلصوا جولتهم، وبيدخل عليهم يوكيمارو وهو عامل لعبه اللي هيخسر فيها هو اللي هيقعد يحرس السفينه، وللاسف هو اللي بيقعد وهو متضايق ان دي خامس مره يخسر فيها. بيوصلوا لجزيره باربارال وبيزعق توسياكي للتوأمين، ولما سالتهم فينا هم جم هنا قبل كده قال شيطان ما عدا كارين واحد كده بيحرس السفينه دلوقتي. دخلوا لسوق الجزيره وكل واحد فيهم بيبحث عن غرضه،
منهم اللي بيبحث عن أغراض الابتكارات زي كارن، ومنهم اللي بيبحث عن الطعام زي توسياكي، ومنهم اللي بيتعرف على البنات زي شيتان. وماكابا بيمنعهم كلهم، وبيكتشفوا ان التوأمين وفينا مش معاهم اصلا، وبيغضب توسياكي جدا. تمشي فينا مع التوأمين في الجزيرة، والكل عمال يبص لها بسبب لون شعرها الابيض، وبيروحوا لمحل علشان يغطوا شعرها ده، وبتجرب فينا حاجات كتيرة، وبتختار منهم اختيار جميل عليها، وبتجرب ملابس كتيرة برضو، وفي اختيار بيكون لايق عليها. ويوكومارو بينظف السفينة، وبياكلوا وبيشربوا كلهم. وفي طريق رجوعهم بتكتشف فينا محل البيع الاحجار الكريمة، ولقت حجر عنده فيه شبه كبير من الحجر اللي معاها بتاع والدها. ولما سألت صاحب المحل عن مكان صنعه وقال لها لو اشتريته هيقول لها، لكن لما شافت سعره لقيته غالي جدا. لكن انجو الدلو اللي اخترعتها كارن بدل السعر ده، وفرح بيها جدا، وخدوا منه الحجر ومعلومات عنه كمان. قال لهم ان الحجر ده اتصنع في المانيا في مكان اسمه ليدار اوبرشتاين. قالوا ان ملك العائلة ملكية زمان. قالت لهم فينا خلاص انا عرفت احنا هنتحرك لفين. ولما رفضوا الفكرة مدحتهم جامد وراحوا اقتنعوا بيها، ذكية فينا. وفجأة وهم ماشيين لقوا الامير المدلل ومعاه عصابة من النساء، وقال لفينا اخيرا لقيتك، وبتنط على كايدي واحدة بمطرقة وبينط منها، وبيرجعوا كلهم للسفينة. ولما سأل يوكيمارو على البقية قال ان هم لسه مرجعوش وما كانوش معاهم. وفجأة بينط يوكيمارو ولسه بتحارب البنات التوأمين، وبيظهر وراهم عصابة تانية، وقال لها الفتى المدلل خلاص مفيش مهرة. فجأة بيلاقيهم يوكيمارو وبيقضي عليهم بسرعة رهيبة، قتل 8 في 8 ثواني. وبتستخبى فينا ورا يوكيمارو وقال لها تجري بسرعة. ولما بتهاجم بنت على كايدي عرف يفلت منها بحركاته ووقعها على الأرض، وقال إن عيب بنت جميلة يقتلها. ولما هجمت التانية على أنجو وعرف يفلت منها ضربها، وطلبوا من يوكيمارو يجري وينقذ فينا. وبيجري وهو ماسك إيديها، وبتفتكروا فينا لما أنقذها وهي صغيرة وكانت هتقع ومسكها. وواحدة بتضرب عليهم نار من مكان عالي وشالها يوكيمارو ونط بيها، لكن للأسف رصاصة أصابته وبرضه جرى بيها لحد ما هرب. وقالت لها البنت اللي من العصابة إنهم اتهزموا من قراصنة الساموراي. وبتكتشف فينا إن يوكيمارو اتصاب، ولما بتلمس إيده نط بسرعة وسابها من كتر الألم. وزعق لها وقال لها فكري في أفعالك، الجميع بيخاطر بحياته علشانك، فياريت تحذري من سلوكك المتهور ده. وبتتأسف له فينا. وقال يوكيمارو لشيتان انه مجرد خدش، وقال له شيتان انه اكتر فطنة منهم، وعرف بسرعة ان هم كانوا في خطر. وبيضرب توسياكي التلاتة على تصرفاتهم وهربهم من المجموعة، وبيرميهم في البحر كعقاب ليهم. وبنلاقي الضابط الاجنبي بيأمر برمي الفتى المدلل للبحر وهو متكتف، وهو ماسك قلب شبه اللي كانت لابسة فينا، وبيقول ما عندكيش فكرة يا فينا انت ايه. بتحلم فينا ان في حد بيخيرها ما بين المية الزرقاء والغيوم، وبتصحى فينا وبيقول التوأمين لتوسياكي ان هما يروحوا لديبار دندن باين او دندين. قال لهم هو متعصب هسأل فينا، وقالت انها ليبار اوبرشتاين، وغيرت فينا على جرح يوكيمارو واتأسفت له على تصرفاتها، وقال لها يا ريت ما تكررهاش، وقالت ان نفسها تكون مفيدة ليهم مش عبء عليهم. قال لها كفاية بقى تعرضي نفسك للخطر، فزعقت وقالت انها لازم تكون مفيدة ليهم، والاتنين غضبانين من بعض. اعترض طريقه شيتان وقال له مش من عادتك ترفع صوتك، وسابه ومشى. فينا على سطح المركب وقعد جنبها شيتان، طلبت منه تتعلم تستخدم ازاي السلاح، لكنها بتغلط في كل مرة، وطلب من كارن تعلمها فرفضت، وقالت المسدسات مش حاجة تتعلمها في يوم وليلة. وطبعا خدها شيتان ووداها لتوسياكي، قال لها تتعلمي ضرب السيوف ازاي صعب عليكي، وبيزعق لشيتان ورفض مكابة وكمان التوأمين، وهي زعلانة جدا. قالها شيتان انه هيحاول يعلمها مع انه مش شاطر قوي في المسيفة، وقالها انه طول عمره كان جنبه شخص احسن منه بكتير، ودايما كان بينقذ حياته، ونفسه لو مرة يردله الجميل. فقالت فينا ان نفسها تنقذ يوكيمارو برضو وتردله الجميل. قالها نبدأ بكرة الصبح. وفينا رجع بتلاقي يوكيمارو بتقول نفسي احميك في سرها. ولما سألها على شيتان قالت له هي محروجة، اكيد هو في غرفته وسابته ومشى. تاني يوم بتصحى فينا وبسرعة بيعلمها شيتان، واليوم اللي بعده مكابة بتتعلم منه القتال وبتقعد تضرب فيه كده، واليوم اللي بعده توسياكي بيعلمها المسيفة، وبعدها التوأمين وطارت العصاية منها، وكارن بتعلمها الضرب بالبندقية وراحت خبطها في مناخرها وهي تعبانة من كتر التدريب، وبعت لها يوكيمارو كرات الرز تقديرا لتعبها ده، وقال لها تاكلها كلها. بيوصلوا لدار النحاتين لدار اوبرشتاين، وبينزلوا كلهم وبيسألوا حد على الحجر بتاع والدها، قال لها ان دي طريقة الطحن زي بتاعتهم لكن هما ما صنعوهاش هنا. وبتظهر واحدة ليهم وبتستأذن انها تشوف الحجر، ولما شافته قال لها يوكيمارو ان هما عايزين يعرفوا كل شيء عنه، وهيقدموا لها اجر مقابل ده. عرفتهم على نفسها انها اريا، وقالت انها هتاخدهم لحد بيفهم كتير قوي في الموضوع ده. قالت ان كل البضائع اللي بتتشحن من الجزيرة بتتقدم للعمدة علشان تتفتش، وطبعا فينا غيرانة قوي والكل بيقول عليها جذابة، وبتسند على يوكيمارو، وفينا مخضوضة جدا ومتضايقة منها. وبيوصلوا للمكان ورشة العمدة، وفينا متضايقة بسبب غيرتها، وشورت لهم ان هما يدخلوا للمكان، وبيفحص العمدة الحجر، وبيصنع يوكيمارو نصل الاريا، ولسه فينا غيرانة وبيلعب بعصبها شيتان علشان تغير اكتر، وفرح بالنصل جد اريا. قال لهم فعلا الحجر ده اتصنع في القرية دي، وقال لها ان احنا لما بنشحن اي حاجة من القرية بنعلمها بعلامة
علشان ما تتشافش بالعين المجردة، علشان نسجل عليها تاريخ صنعه ومين اللي طلبه، والحجر مكتوب عليه في السجلات انه من فرنسا سنة 1436، واسم الزبونة لابوسيل دوريان جان دارك، وقال له شيطان ان هي نفس السنة اللي اتربطت فيها جان دارك في عمود واتحرقت في ساحة في سوق روان. وقال يعني الحجر ده اتصنع سنة بعد موت جان دارك بحوالي 5 سنين، والطلب من جان دارك نفسها. وبعد ما بيخلصوا اليوم بتتمنى اريا ان المعلومات تكون فادتهم، وبيشكرها يوكيمارو جدا. ولما طلبت منهم يقعدوا لليله خافت فينا على يوكيمارو تاخده منها، لكن يوكيمارو رفض ومشوا كلهم، وودعت اريا فينا وقالت فينا ليوكيمارو انها سمعت كلمه لابوسيل دي قبل كده، وكانها كانت بتنادي حد بالاسم ده او حد كان بيناديها بالاسم ده. بنشوف عروسه كبيره لابسه نفس سلسله فينا وشبهها، وبيقول الجندي البريطاني اسم لابوسيل ليها وهو غضبان، ومساعدته بتبلغه ان فينا واللي معاها اتحركوا، وبيقفل الباب على الصوره. توصل رساله لشيطان وبتكلم اخو شيطان مع الكاهن، وقال له ليه اخترت شيطان للرحله دي، فقال له لان حبه ليوكيمارو هيمنعه يقع في شرك الساحره، وقال له يوكيمارو سبق وقع ضحيه للساحره. قال الكاهن لما غرقت السفينة انت اللي انقذت يوكيمارو، من ساعتها هو بيعتبرك اخوه الكبير وحب يتدرب على المسيفة عشان يبقى زيه. وبيطبق شيطان الرسالة، وقالت فينا لتوسياكي لازم يروحوا مدينة اوريليان في فرنسا، وان الحجر استخرج من هناك وتكمل صنعه في لدار اوبرشتاين. قال توسياكي انها مسافة طويلة جدا، ووافق الجميع انهم يتبعوا حدس فينا، وانطلقت الرحلة. وصلوا لمدينة أوريليان، هو موقع حفريات أصلا، والكل مستغرب، وبتقول لها كارين هندخل أي حفرة، ده في مئات منها. وفينا مش عارفة تعمل إيه، قال لها يوكيمارو تختار مكان وهيمشوا فيه على طول. وبتراقبهم العصابة القديمة اللي ظهرت لهم قبل كده، وظهرت رئيسة العصابة وقرروا يمشوا وراهم. طبعا لسه فينا محتارة جدا ما بين كل البوابات دي، وراحت بسرعة اختارت الطريق، لكن الباب كان صعب يتفتح، راح مكابة كسر. ودخلوا المكان لقوه كبير جدا كأنه معبد أو قصر، ولقوا باب تاني وقالوا لها شكلها مقبرة. قالت لها كارين نروح فين يا قبطانة؟ قالت نمشي، وقالت لها أوامرك، وراحت ماشية آخر واحدة ومستخبية. فتحوا الباب ومشوا، لقوا جماجم كتير، وبيرجح شيطان إنهم كانوا مرضى في حالة حجر أو حصرهم حد هنا فأنوا حياتهم بإيديهم. ولسه كارين وراهم خايفة وبيخوفها أنجو، وراحت ضرباه. وبيلاقوا مفترق طرق آخر النفق، وقال لها يوكيمارو تختار واحد، ووافقوا شيطان على الكلام ده. فعلا فينا بيجيلها زي ذكرى كده، وبتقول يمين كأن في حاجة بتمشيها. بتوصل العصابة للنفق وبيمشوا جواه ومعاهم متفجرات، وبيوصلوا لنفس مفترق الطرق. وقالت لميري تسمع خطواتهم، قالت مشوا شمال، قالت لها برافو عليك يلا بينا نمشي يمين. وبتوصل فينا المفترق طرق تاني، لكنها مشت في واحد منهم من غير ما تتكلم، ومشوا وراها. ولسه كارين خايفة جدا، ويوكيمارو مستغرب من اللي بيحصل مع فينا. تاني نروح للعصابة، وميري بتقول لها مشوا من هنا، قالت لها برافو عليك يلا نمشي من هنا. وبيقول انجو انهم تحت نهر، ويوكيمارو مستغرب تاني من تصرفات فينا. سألوا شيطان انت بتحب فينا، فغضب يوكيمارو وشاف شيطان ان هو ودانه حمرا بسبب الخجل. ولما بيلاقوا بوابة عبارة عن لغز الفتحها، قالت فينا انها كانت هنا قبل كده، وقال شيطان زي ما قال الراهب بالظبط، في حاجات مخفية في ذاكرة فينا. وبسرعة بتفتح فينا الباب بكل سهولة، وبيدور البوابة وبتتفتح ليهم، وبيدخلوا المكان كبير جدا. قالت فينا حط شعلة في الحوض يا مكابة، وبالفعل بينور المكان كله بسرعة بنور ازرق. وبيلاقوا طاولة حجرية، وحطت فينا حجر والدها وسطهم. ولما لقوا ان مفيش حاجة اتغيرت، لكن مكابة قال انه شايف حاجة من فتحة الطاولة الصخرية، وقالت كارين انها شايفة رموز على الحجر، وطلبت منهم فرشة ورقة علشان تكتبهم بسرعة. وبتطلع فينا المكان، وبتنزل من خلال نفق تحت الارض، وبتلاقي مقبرة مكتوب عليها هنا تركوا جان دارك. وبتعيط فينا وقالت لابوسيل استدعيتيني ليه، وحد بيكممها. وخلصت كارين كتابة الرموز، وقالوا من خلال الرموز دي خطوط الطول والعرض بتحدد 4 أماكن حوالين العالم. وفجأة بيكتشف يوكيمارو ان فينا اختفت، وبينده عليها. لقى العصابة اخدها كراهينة، ووقفوهم وقالوا لهم ينزلوا اسلحتهم. ولما بيعوروا فينا نزل شيطان سلاحه، وقالت لهم يسلموها موقع الدرادور. وبتروح لها كارين وسلمتها الورقة، وقالت لها تسيب فينا ويمشوا، وراحت ضربة كارين. وقالت رئيستهم انها مش هتقتلهم، ورمت كارين من فوق، ومشوا خدوا فينا معاهم. فجروا النفق بسرعة، وطبعا مفيش غير توسياكي اللي في السفينة، وسمع بصوت انفجار في البحر. بعد انفجار النفق بيفوق يوكيمارو كارين، وبتصحى رامبل بتسلم فينا للجندي البريطاني. والغريب انه لما بيشوفها بيفك ايديها، ولما بيشوف اثار على ايديها ورقبتها طرد رئيسة العصابة رامبل، وقال لها انا قلتلك ما تأذيهاش. خرجت وهي متعصبة جدا من اللي عمله، وباس ايد فينا واعتذر لها عن اللي حصل. قال لها انه بحث عنها بقاله 10 سنين واخيرا لقاها. طبعا بعد تفجير مخارج النفق الساموراي ما كانوش عارفين يخرجوا، وقالوا ان من قواعدهم ما يقتلوش النساء ولا الاطفال، علشان كده ما قتلوهمش في بربران. وبيقول شيطان ان يوكيمارو بيبحث عن المتفجرات، طالما العصابة فجرتها بشكل عشوائي اكيد هيلاقوا بعض منها لسه ما اتفجرش. وبالفعل بيلاقي يوكيمارو متفجرات، وبينط بيها التوأمين لسطح النفق، وبيولعوا الفتيل وبينفجر بسرعه، وبيطلعوا من خلال الميه لسطح البحر.
بيكرم الجندي فينا جدا وقال لها انه كان يعرف امها لابوثيل وكانت جميله زيها. لما قالت انها ما تعرفش اي حاجه عن والدتها قال لها انه هيقول لها على كل حاجه، بس لازم تعرف في الاول حاجه ان فرسان جوبلين بيقتلوا النساء والاطفال وانهم قتله لازم تبعد عنهم. في نفس الوقت اللي كان فيه يوكيمارو بيصر على انقاذ فينا مع الجميع، لكن شيطان بيصر ان هم يرجعوا بعد كلام الكاهن ليهم انهم يرجعوا بمجرد حصولهم على الاحداثيات او اي حاجه جديده. كمل الجندي وقال لها ان هم بيبحثوا عن كنز اسطوري اختفى من قرون، واتكلم على الكنز شيطان وهو سيف اسطوري واحد من كنوز اليابان المقدسه، والمكان اللي استخبى فيه السيف هو عدن. كمل الجندي وقال لها انه بيعتبر كل كنوز الاساطير في ارض عدن دي، وقال شيطان ان عيله هاوتمان كانوا مرتبطين مع الارض دي. وقالت كارين مستحيل، يعني خدمتنا لعائله هاوتمان بتاعه فينا دي هو السبب ده. فقال شيطان ان هم اكتشفوا السر ده من عيله هاوتمان بالصدفه خلال خدمتهم ليهم، وحصلت حادثه السفينه وصرخ فرانزر ابو فينا وقال لها اذهبي لعدن، والدلائل الوحيده اللي ممكن تقودهم لهناك مستخبيه في ذاكره فينا دلوقتي. ولما قال لها ان هم بيستغلوكي زعلت فينا وقالت ان هم انقذوا حياتها. وقال شيطان ان كيف طريقهم ليهم، فالكل اتخض وقال لو رحنا انقذنا فينا هنعتبر متمردين على القوانين وهتتم مطاردتنا لحد ما يقتلونا ولازم نرجع للجزيره فورا. لكن يوكيمارو ما اهتمش بكل الكلام ده وبيحاول الكل يوقفه، لكنه طلب منهم يرجعوا وهم بيقنعوه يرجع في رايه. وجه شيطان ليه سيف وقال له ان فينا ساحره وهتقوده لهلاكه ولازم يفوق. قال يوكيمارو طول العشر سنين معرفش يخرج صوتها وهي بتنادي اسم وسط النار، وانه مش هيسيب ايديها بعد كده تاني ابدا، ولو اي حد اعترض طريقه هيقتله، وسابهم ومشى بالمركب. بيجي بالليل على فينا وبتفتكر الساموراي وبتدخل لها مساعده الجندي البريطاني، وطلبت فينا منها تقعد معاها ويتكلموا سوا، وبيضحك الجندي ضحكه شريره. ولسه رئيسه العصابه رامبل متضايقه وادت لها مساعدتها عقد فينا، وعرفت فينا من مساعده الجندي ان اسمه ابل وانقذها من انها تتباع في السوق وخلاها مساعدته. فجاه بتوصل رامبل ووقفتها مساعده ابل وقالت لها ترجع لسفينتها القذره، لكنها ضربت كودي ورفعت سلسله فينا وسالتها اذا كان ابل هو اللي جاب لها السلسله دي، وبكل غيره راحت خانقه فينا وسالتها على علاقتها بيه، وضربت كودي برجلها وراحت لكمه فينا في بطنها وهي بتقول لها اعترف، وراحت شده فينا من شعرها ووجه في وشها المسدس ورمى عليها طلقه وقال لها تسيبها في خلال 3 ثواني، وراحت راميه ليه فينا وحضنها وشال فينا على ايده وهي بتقول له الاحداثيات اللي معاك بتودي الالدرادور، وركبت سفينتها وهي متغاظه جدا، وراح فتح قبل الباب لفينا وقال لها ان العروسه دي امها هيلينا. لسه بيفكر الساموراي في اللي حصل معاهم وبيطلع مكابه وبيلاقي التوأمين في المركب وكارين وتوسياكي بيطلعوا كمان، وقال التوأمين ان هم قرروا خلاص يروحوا لفينا، وبيسمعهم شيطان وقال لهم ان هو راجع. قال له مكابه لما اتعلمت القوس كان ايه دفعك الوحيد؟ محدش ابدا كان يعرف يستعملها غيرك، قلت لي ايه ساعتها؟ بقوس زي ده يا مكابه هعرف احافظ على سلامه يوكيمارو. في كل معاركنا انقذت يوكيمارو بطلقاتك وانقذت الجميع واصبحنا فرقه، وانضمت بعد كده فينا لينا، احنا هنروح ننقذهم لانهم اصدقائنا. انقذ يوكيمارو هو دورك، خلينا نروح مع بعض. نرجع لفينا اللي لسه مش مصدقه صوره امها وقال لها ان رسمها من ذكرياته فقط، وبتلاقي فينا سلسله في رقبتها وسالته لو كانت والدتها بتبادله نفس الشعور ساعتها، وادالها سلسله والدتها وسالها لازم يعرف كانت بتحبه ولا لا وليه اخدتها. فجاه بترجع رامبل وبترمي عليهم صواريخ وبتقع فينا وبيمسكها قبل، وبيقول واحد من الجنود ان رامبل بتطلق عليهم النار، وبالفعل قررت رامبل تعلن الحرب على قبل. قبل يسكت راح امر القائد يضربهم بمدفع ويلينتون، ولما قال له انه مدفع قوي جدا قال له يسمع الكلام، وبالفعل بيجهزوا المدفع. ولما وصل يوكيمارو استغرب جدا ازاي سفينتين كانوا مع بعض بقوا ضد بعض، ولسه عصابه رامبل مبسوطين بالقتال وراحوا ضربين المدفع، قسم سفينه عصابه رامبل نصين واندلعت النار في السفينه كلها واتحرقت وانفجرت في ثواني. بعد الحريق الكبير ده بيدور يوكيمارو على فينا وسط الجثث وهو خايف جدا، وبيفتكر كلام كيلي لما كان بيدربه بسبب قلبه الضعيف ممكن يتم قتله وانه لازم ما يخافش ابدا. وبالفعل بيعرف يوكيمارو ان هما محتاجين فينا بسبب ذكرياتها وانها اكيد عايشه. بتطلع فينا لسطح السفينه وبيجي لها زي حاله خوف من اللي حصل، وافتكرت كل ذكريات حرق السفينه بتاعت والدها، وقالت ان هما اللي حرقوا سفينه ابوها، وراحت افتكرت كل اللي حصل وهم مستغربين من تعبيراتها وهي عماله تصور. وامر القائد انها تتحط في السجن بسبب اللي هي بتعمله ده وان هو هيتحمل مسؤوليه الموضوع ده. وهي بتصوت باسم يوكيمارو وفجاه بينط يوكيمارو بيفضل يضرب فيهم، وراح ضرب قبل عليه النار من ظهره واتصاب يوكيمارو وقع على الارض. وصوتت فينا على اللي حصل وقال لها تهرب، وامر قابل بقتله ورميه، وبسرعه بيتم الهجوم عليهم ووقعوا، وبيظهر الساموراي ساعتها وبيضربوا الجنود. ولما بيهجم عليهم الجميع بيظهر مكابه وبيرمي دخان، ولسه قابل وسط اللي حصل، وبنلاقي فينا ويوكيمارو متصابين على سفينتهم ومحدش منهم فاق. بعد انقاذ يوكيمارو فينا بتلاحظ ان لسه يوكيمارو مفاش من الاصابه، وفينا قالت ان لازم يتم اخراج الرصاصات من جسمه، وشيطان متضايق جدا. فقالت سياكي ان في جزيره قريبه منهم يعرفوا طبيب فيها، وبنلاحظ ان شيطان بيسترجع ذكريات.
حياته. أول مرة يشوف يوكيمارو لما أنقذوه من السفينة اللي هاجمها البريطانيين ومات الجميع اللي كان فيها وكان هو الناجي الوحيد. بيوصلوا للجزيرة وبيقول لهم الطبيب إن تم استخراج الطلقات من جسمه وهيبقى بخير، وإن اللي اهتم بيه نشكره لأنه من غيره كان الجرح هيبقى أسوأ. بيزعل شيطان وقال لهم إن السبب اللي إحنا فيه ده أصلاً فينا، كلكم وقعتوا تحت سحرها. وسمعته فينا وقعت الحاجة من إيديها وسألته يقصد إيه بكلامه ده. أكبروا كلهم يقول لهم يقصد إيه، فحكى لهم إن الكاهن في مرة قعد معاه وقاله إن فينا جاية من عائلة صحراء وإن أمها بتفسد عقول الرجال وبتضللهم وفي واحد كان بيحبها وبسبب سحرها ده اتجنن. وساعتها قاله الكاهن لو يوكيمارو وقع في حب فينا اقتلها. ولما خلص حكايته شيطان قال لها بسببك ده بقينا مطاردين، خطرنا بحياتنا علشانك، ووقفوا توسياكي وقالوا ان كل اللي عملوه ده كان بارادتهم، محدش سيطر عليهم ولا سحر ولا اي حاجه تانية. وساعتها غضب منهم شيطان وسابه وقال لها من 10 سنين يوكيمارو اتأذى بسببك برضه. وبيخرج يتمشى وبيفتكر قوه يوكيمارو وهزيمته ليه دايما وتدريب كي اخو شيطان ليه. وبعدها شاف مكابه بيصنع الاقواس واخد اقوى واحد فيهم وقعد يتدرب عليها وبيخسر لحد ما يوكيمارو جاله وقال له كلمه، صوب سهمك على الهدف اللي هو يروح له، ما تجبرش السهم ابدا. وبيسمع كلامه وبالفعل بينطلق السهم للهدف. بتجري فينا لشيطان وبتقول له انت علمتني ازاي استعمل القوة، انا سيئة اكتر من اي حد لكن انت بذلت كل جهدك في تعليمي ولحد دلوقتي خايبه ولازم ترجع تعلمني تاني. وقالت وبعدين انا لو كنت ساحره كنت فدت نفسي وتعلمت بدل ما انا خايبه كده، وبعدين انا ما عنديش مكنسه اطير عليها. وراح شددها شيطان من خدها وقعد يضحك جامد عليها وقال لها ان هما هيسافروا سوا اول ما يصحى يوكيمارو وبكده اتصالحوا سوا. بيفوق يوكيمارو بيلاقي فينا نايمه على رجله وراح ضربها على راسها وبيصحيها وسالها ليه كانت على السفينه بتاعه الجنود. فحكت له فينا كل اللي حصل بالظبط وحكت له حتى كلام قابل ليها والخناقه اللي حصلت ما بينه وما بين العصابه، واعتذرت له فينا على اللي سببته لهم وانها مش عارفه هي مين بالظبط. فقال لها يوكيمارو انه هيكون معاها في اي مكان تروح له وهيحميها على طول، واتألم بسبب الجرح ومسك ايديها وفجاه بس ايديها وتحجج يعني ان الجو برد وسابها وطبعا هي محروقه بسبب اللي حصل جامد. نروح لقابل اللي بيتذكر كل لحظاته مع هيلينا ام فينا وبيقول هقابلك امتى تاني. بيفتكر قبل حكايته مع هيلينا ام فينا وبيمسك وشه وبيفضل يعيط وقال لمساعدته يتجهوا ناحيه شمال الشمال الغربي ونروح لحكايه قبل كعادته كان بيقعد يرسم لوحده. واذ فجاه بيلاقي بنت بيضاء اللون وشعرها ذهبي فائقه الجمال في القصر وعرفته على نفسها ان اسمها هيلينا وانها في نفس عمره. وتمر السنين والايام وبيتقابلوا كل يوم وحبوا بعض جدا. شافها فرانزر هاوتمان اللي مفروض ان احنا نعرف ان هو ابو فينا وشافها قبل في مره وهي بتدخل القصر ونده عليها لكن منعها فرانزر تروح له. وسمع بعدها قبل من الخادمات ان هيلينا هربت مع فرانزر هاوتمان وهي حامل من الملك وقالوا ان هم بيبحثوا عنها ولو وجدوها يعدموها محروقه. وتعدي الايام وعرف من الجنود ان هم لقوا فينا وتم حبسها. راح لها وهو مصدوم من شكلها لما قصوا لها شعرها وسالها كل اللي حصل ده ليه وليه حاولت تخلف من ابوه الملك. قالت له ان فرانزر قال لها لو ما كانتش اللي في بطنها دي بنت ملك ما كانوش هيسمحوا لها تخلف، وقالت له انها تروح مكان اسمه عادن بعد موتها، معرفش ازاي ده وودعته ساعتها. وبالفعل تم حرقها في وسط السوق اللي اتكلمنا عنه قبل كده وسط الملوك، والجميع كان بيضحك وعمالين يسقفوا ما عدا قابل اللي ما كانش قادر يستحمل كل ده، واقسم بعدها انه يسيب المكان واتجنن بهيلينا خالص. نروح ليوكيمارو اللي بيحاول يستعيد عافيته وبيتدرب وبتروح له فينا وبتجيب له الطعام، طبعا بتحاول تبقى رومانسيه معاه بس بيقفلها وبيمشي، وبتفضل تدندن لحن اغنيه اللي ما بتكونش عارفه كلماتها وبيفتكر يوكيمارو كلماتها وبيرجع لها وهو بيغنيها، وقال لها انه حفظها منها وهي صغيره وسالته عن جميع كلماتها فقالها لها. وفهمت فينا ان الكلمات دي هي اللي بترشدهم للمكان اللي اسمه عدن وكل اللي حصل معاهم ده كان في كلمات الاغنيه، وهي دي نفس الاغنيه اللي حفظها لها ابوها. ولما بدا يوكيمارو ينسق الوقت مع الاتجاهات طلعت ارقام رومانيه بس القصد منها معكوس، ان اسم الاغنيه فايس فيرسا معناها العكس صحيح، وان هم هيتجهوا للمكان اللي بترشد ليه الاغنيه. وكتبت فينا الاحداثيات لتوسياكي ووافق الجميع على الذهاب وطلبت منهم فينا ان هم يثقوا فيها. بتنطلق رحلتهم وكمان رجال قبل قالت كارين ان احنا قربنا للإحداثيات. بتروح كارين تاخد فينا اللي بتكون سرحانة وبتكون كارين شاكة ان ده يكون مكان عادن اصلا. وبيوصلوا للمكان وبيلاقوا بحر عادي وفجأة بتطلع لهم جزيرة من البحر والكل في حالة ذهول. بينزلوا للجزيرة وبتقودهم فينا اللي بتتصرف طبيعي جدا عكس المرة اللي فاتت، والتوأمين منبهرين بالمكان وطبعا بنشوف مناظر خلابة على الجزيرة. وبتوصلهم فينا المكان فيه شلالات وبيطلع التوأمين يستكشفوا ووجدوا طريق ورا الشلالات وبيمشوا من خلال الكهف اللي ورا الشلال، ولسه كارين خايفة كعادتها من العفاريت. وبيلاحظوا منظر مدهش لمدينة كبيرة خالية من السكان وبتقول لهم فينا انهم لازم ينزلوا لتحت، وبيحاول يساعدها يوكيمارو لكنها بتتحرج وبتسيبه وبيعمل نفسه مكابة مش شايف حاجة. وبيمشوا في ممر كله أضواء خضراء، وقالت كارين ان كل تخمينات فينا بتطلع صح وشورت لهم فينا على طريق الدخول ونطوا كلهم ونط بيها يوكيمارو. وبيدخلوا من البوابة وهم متفاجئين ان كل حاجة سهلة مفيش صعاب خالص. خلاص
امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ وبتوصل سفينة الجنود بقابل ومساعده القبطان، ودخلوا للمكان وشورت لهم فينا على مكان الدخول، وزي ما حصل في النفق بدأت فينا تدوس على الباب وفتحت الأبواب ليهم والمكان كله بيهتز، والكل متفاجئ من المنظر اللي شافوه. جميع كنوز العالم فعلا في المكان ده، قدامهم ذهب وياقوت ومرجان ولقالق وتوأمين منبهرين وتوسياكي كمان، حتى كارين ومكابة. أما شيطان فدخل المكان يدور على السيف الأسطوري وبالفعل لقاه، وقالت فينا ده أكيد مش الغرض من رحلتها ومشت. بدأت توجهها ذكرياتها وكأنها سمع لحن وبدأت من نقطة البداية على الأرض، وفضلت فينا ترقص على اللحن وشافها يوكيمارو وتذكرها زمان وهم صغيرين، وفينا بترقص وبتنور الأرض مكان خطواتها وبيوصل قبل على أرض الجزيرة مع جنوده، وبتخلص فينا الرقصة وتلونت الأرض مكان خطواتها، وفجأة بيتحرك المكان كله وبتطلع من الأرض سلالم كبيرة جدا، وبتقود فينا المكان غريب أشبه بالخيال. وعرفت فينا انها عدن، وقررت فينا انها تتمسك بيوكيمارو وتطلع معاه لعدن. بيرشد قبل جنوده للمكان، وبتطلع فينا مع يوكيمارو لعدن، وهي دي الميه الزرقاء والغيوم اللي حلمت بيها فينا. وبيفرح كايدي وانجو بالمجوهرات وبيجمع فيهم توسياكي، ولما بيلاقي شيطان السيف بياخده وبيحس توسياكي بصوت غريب، وبالفعل بيوصل قبل بجنوده، ولما بيصر ياخد القائد كل الذهب من كتر انبهاره قتله قبل، وقال لو حد فيهم هيعمل زيه هيقتله، وبينده على القراصنة وقال لهم لو طلعوا مش هيعمل لهم حاجة، وقال توسياكي لازم يحموا فينا ويوكيمارو حتى لو اتقتلوا. وبالفعل بيظهر القراصنة لقبل وجنوده، لكنه علشان ملوش عهد طبعا أمر بقتلهم، لكنهم طلعوا أسكياء وطلع لهم مكابة ورمى عليهم قنبلة، ووسط الدخان طلع القراصنة وكارين والتوأمين وشيطان ووصلوا القتال. كان هرب ساعتها قبل كأن في حاجة بتقوده، وتحولت الغيوم في عدن للون الأحمر، وبيتحول الجو تماما في عدن على الاتنين، وبيظهر لهم قابل وهو عينه حمرة، وراح افتكر هيلينا وفرانزر وكأنه بيتكلم هيلينا، وبيهاجموا يوكيمارو والاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما قطع يوكيمارو ايده، وراح ضارب قابل ايد يوكيمارو وافتكره وهو طفل لما اطلق عليه النار، وبتحميه فينا وقالت له ما يقربش من يوكيمارو. فجأة بتظهر روح ورا قابل هي هيلينا زي ما وعدت قابل بالظبط، وهو طبعا متفاجئ جدا. حتى فينا رمى السيف من ايده ومشى ليها وهو مصاب وبيعيط وبيتأسف لها، وفجأة بيقع وبيموت، وبتتغير روح هيلينا وبتصحى روحه وبتروح لها وبترجع لطبيعتها هيلينا تاني، وبتحضنه من الواضح انها كانت بتحبه فعلا، وحضنها قابل واختفت روحه وكمان بعدها جسده بسرعة. وبتختفي هيلينا بعد ما بتقول لفينا كل اللي جاي ده يخصك يا فينا. فجأة بيظهر فرانزر المفروض ان هو ابو فينا، وطبعا يوكيمارو مش مصدق اللي بيحصل قدامه، قال لها ان هو مش ابوها وان هو وكودي مجرد رموز في عدن، وان مهمتهم يرشدوها وبس. قالوا لها ان لقب العذراء ده متوارث في سيدات عيلتها، وان هم اللي بيحكموا سلالتهم ودايما بيقودوهم للمكان ده. قالوا لها انها بنت امير انجلترا وان ده قدرها، وانها استحقت لقب العذراء لجدارتها، ولما سالتهم عايزين منها ايه قالوا لها لازم عليها تختار، اما ان هم استغفر الله العظيم يعني يدمروا العالم ويرجعوه جديد من تاني، او ان الحياه تستمر. قال ايه بايديهم ده؟ طبعا لو اختارت التدمير فهيكون جنبها بس اكتر شخص بتحبه هو يوكيمارو، لكنها تخيلت القراصنة كلهم وهم بيبعدوا عنها، وفجأة بتجري عليهم وبتلاقيهم كلهم مقتولين، وتخيلت العالم لما يبقى جديد وكل حاجة فيه لطيفة وجنبها يوكيمارو. وقالوا لها ان اول ما تقول اختيارها هم هيمسحوا ذاكرتها بالكامل، وساعتها قررت فينا قرارها الاخير بعد ما شافت كل الساموراي كأنهم بيشجعوها وبيقفوا جنبها في قرارها. بعدها كل الجزيرة بتهتز جامد والكل بيهرب، وقرر الساموراي يخرجوا من المكان. فجأة بتظهر فينا بهيئة الروح وهي بتقول ليوكيمارو انها مش هتقدر تروح معاه، وانها دايما كانت فاكراه ودايما كان في بالها، وانها حبت بقية الساموراي جدا وانهم اصدقاء يعتمد عليهم، وبتعيط وشكرته جدا على انقاذه ليها في كل وقت. حضنها يوكيمارو وقال لها انه هيحافظ على سلامتها مهما حصل. شكرته فينا وطارت كده في السماء وهو بيصرخ وبيقول عمره ما هينساها ابدا. اعترفت له بحبها وهو بيقول لها ما تمشيش، وفجأة بنلاقي يوكيمارو بيصحى على جزيرة من رمل بس، وفجأة بيلاقي فينا وسط البحر بشعرها الاسود الجديد وهي مش عارفة حتى اسمها ولا اسمه، وبدأ واحدة واحدة يعرفها على نفسه وبينده عليهم الجميع بعد ما خدوا حاجات كتيرة جدا من الأرض، وبيستغربوا من ذاكرتها اللي اختفت فجأة وبيودوها كل الأماكن اللي راحوها علشان تفتكر أي حاجة، ولسه زي ما هي غبية في التعلم. وبيسلم شيطان أخوكي السيف الأسطوري وبيجري أوتو وسلمان لفينا وبيقعوا، وبيدي يوكيمارو فينا النصل اللي ادهولها قبل كده وقال لها ما تجبريش نفسك تفتكري أي حاجة، وبيعترف لها بحبه وهو مكسوف جدا وبتضربه على راسه، وتوتا توتا خلصت حدوتة أميرة القراصنة.